هذا السائل يقول بأنه أو هي سائلة تقول بأنها قد عقد القران ولم يتم الدخول من الزوج ووقع الطلاق وأنه طلقها، وتقدم لها شخص آخر، هل يكتب العقد أني بكر أو ثيب؟ أنت بكر، الثيب هي التي دخل بها بعقد صحيح تعتبر ثيب، لكن بالنسبة لك في الإجراءات يكتب مطلقة، وفي خانة إذا يكتب مطلقة بكر، إذن أنت بكر ومطلقة، فكون المرأة مطلقة أو مات عنها زوجها، تزوجت ومات زوجها قبل أن يكون هناك أي دخول فهي بكر. فالبكارة شيء وكونها مطلقة شيء آخر، فالمطلقة هي حالة من الحالات ومختلفة عن موضوع البكارة وعدم البكارة، فهي تعتبر بكر ولا تعتبر ثيباً.